أكد سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة خلال لقائه في برنامج مع الشباب بتلفزيون سلطنة عمان أن سلطنة عمان تعمل على تنفيذ خطة الانتقال المنظم لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 وتنفيذ مبادرات تضمن وجود سلوك بيئي مستدام وأشار سعادته إلى أن نسبة الانبعاثات الكربونية في سلطنة عمان تبلغ 95 مليون طن مكافئة ثاني أكسيد الكربون الرؤية الوطنية طموحة ارتكزت على أربعة محاور رئيسية أحداها هو البيئة المستدامة وطبعا ضمن أولويات الرؤية هناك اولويه البيئه والموارد الطبيعيه بها اهدافها السبعه الواضحه حقيقه والتي تغطي مختلف جوانب القطاعات البيئيه الاصيله وايضا الفرعيه اهتمام يعني بالبيئه ومفرداتها ظل مستمرا طوال عقود كبرت المؤسسات وتنوعت زادت الكوادر البشريه التي تعمل في القطاع اصبحت حتى جزء من المستهدفات الاستراتيجيه المختلفه في القطاعات سواء قطاعات التعليم قطاعات الاعلام والثقافه طبعا قطاعات الصناعه التجاره كلا اصبح لديه الالتزامات البيئيه. القطاعات الرئيسيه المنتجه للانبعاثات في سلطنه عمان قطاع الطاقه بشقيه طبعا النفط والغاز ويكون انتاج الكهرباء، قطاع النقل، قطاع المدن وال مباني و تقريبا هذه القطاعات مجتمعه تنتج ما يصل تقريبا الى 95% من اجمالي الانبعاثات كون ال5% الاخرى هي للقطاعات الحيويه والتقليديه الاخرى تبلغ حوالي 95 مليون طن مكافئ ثاني اكسيد الكربون واذا استمرنا تم يعني استمر العمل على النهج الحالي قد ترتفع الى حوالي 104 خلال يعني عقدين او اكثر من الزمن، وبالتالي يعني تم دراسه مجموعه من السيناريوهات المحتمله في حال طبقنا هذا الطموح من الخفض، وتم تطبيقه ب يعني بشكل طموح جدا اعتماد عام 2050 اللي يكون عاما للحياد الصفري نصل فيه إلى مرحلة الحيادية للكربون وننفذ خطتنا الوطنية للحياد الصفر التي يعني باركها جلالة السلطان حفظ الله ورعاه وبدأت كل القطاعات يعني توائم خططها الاستراتيجية وسياساتها لتحقيق تلك المستهدفات التي خرجت من مختبر إدارة الكربون